خضتيني عليكي، قلبي كان هيوقف من الخضة. قلقانه من ايه يا ماما؟ ما هو اكيد لو انت كلمتيني 9 مرات وانا ما ردتش يبقى انا بعمل حاجه. وبعدين دلوقتي في حاجه اسمها ميست كول، يعني انا هبص على التليفون هشوف ان انت كلمتيني وهرجع اكلمك تاني، مش لازم تقعدي تكلميني مليون مره. ربيني يا حبيبتي، ربيني ربيني كمان. ما هو انت اللي امي وانا اللي بنتك. ايوه كده، خليكي بنت مؤدبه واسمعي الكلام. انت شكلك في الشارع؟ انا هعدي على دولي وبعدين هاجي لك على المحل. انت عامله بشاميلات النهارده صح؟ مين قال؟ عرفتي ازاي؟ النهارده يوم التلات والتلات ده يوم عاصم، فاكيد هو اختار بشاميلات صح؟ صح، برافو عليكي. جوزك هيجي معاكي؟ لا. ليه؟ مامي الخط بيقطع سيجنال الوحش قوي، مش سامعاكي خالص. هكلمك بعدين يا مامي. اوكي؟ باي. باي. يلا عرفت. ايه تموتي؟ لا بعد زيحي، لا عامل نسكة زفت. زيحي ايه المواعيد دي يا قليه يا بغبوشة؟ اذا كان انت اللي قلتيلي اصلا اجيلك الساعة واحدة. بشرفك ياسمين، ما صار لي 5 ساعات نايمه، راسي هالقد. اشكري ربك قدرت ابراسي عن المخدة. تعرفي شو؟ اعملي انت النسكة زفت. مدام هند، ازي حضرتك؟ هاي، كيفك؟ الحمد لله. هي طب مريم موجودة ولا؟ لا موجودة طبعا، اتفضلي. فربتيني زي كل مرة؟ قهوة تركية سادة. حاضر. واحنا هنقعد بقى مستنيين الخيار اللي على عينك ده لحد ما يزرع ولا ايه؟ شوي وبشيلهم بلا هناء. امبارح نمت بالمكياج على وجهي طاب، عيني كتير تعبانين. بعدين عشو مستعجلة؟ شو راح تخبري امك انك تخرجتي بلا زهرة؟ راح تقولي لها انك اتطلقتي يا بلا مخ. دلوقتي بقيت بلا مخ؟ هو مين صحيح اللي كان قايل لي نفذي وبعدين اتكلمي؟ وحياة امك، وانت دغري يا حرام رحتي ركضتي ونفذتي بدون ما تفكري، ما هيك؟ احسن نصيحة انت اديتهاني يا دولي، شلت كل تقل من عليا وبقيت فاضية للرغي والصداع، وهو اصلا كله تحصيل حاصل. خبرة انت برضه يا دولي. طب قولي لي بشو حاسه انك حامله لقب مطلقه لاول مره بحياتك؟ لاول مره؟ ايه اول مره دي؟ اول واخر مره ان شاء الله. يو نيفر نو، ما بوعدك. لا اي نو، مش ناوي اتجوز تاني خالص. كلنا هيك بنقول وبنرجع بنوقع على راسنا. طب هاي ماما اهي، انت شايفه ان ماما ممكن تتجوز بعد شفرفي؟ لا، ما هي امك هيدي كيس لحالها. بعدين انت ما بتشبهيها ابدا، انت بتشبهيني الي للاسف. طول عمرك نموذج مبهر بالنسبه لي حتى وانا صغير. طبعا انا نموذج مبهر وما انعمل مني كتير كمان. بدي خبرك، اول امبارح تعرفت على شاب بيطير العقل، كتير مهضوم. شفته بالبنك، امبارح عزمته على عشاء وبعدين جينا لهون تحلينا.